So baby, ال followers بدون يعرفوا نحنا كيف نقضي حياتنا. اوكي نحنا يمكن the most boring couples ever. كتير من زهق بس اني عملهم يعرفوا نحنا كيف نقضي حياتنا. شو اللي تغير بحياتنا بس كنا بلبنان وهون؟ بطلنا عم نزور المطار. كتير اشياء تغيرت honestly صح؟ كتير اشياء تغيرت. انه اشياء كانوا ياخذوا من وقتنا هلا بطلوا موجود. لا كل شيء تغير. وعائلتنا كانت حدنا وانه كنا ننزل عند العائله و... كل شيء تغير. و عن جد ما في شيء ما تغير، شو هو الشيء اللي ما تغير غير انا وجودي بحياتك؟ كان عندنا انه روتين نوع انا جايز في مشكل وحيد بعمله انا مش عم طال بس نحن ما عم نصور هو انه انا بحكي على صوت كثير عالي لاني معوده انه الكاميرا بعرف الكاميرا شو بتلقط صوته وشو لا جون بول بيبقى عم يحكيني عم بوشوشني بالعاده صوته مش هيك بالعاده على فكره بتحكي على صوت عالي بس تدور الكاميرا بصير جون بول يحكي على صوت واطي وانا بعصب انه طب كيف انا نسمعك ما فينا نسمعك شايف صوتي قد ايه عالي هيك عم تعيط ايه تسمعني الكاميرا بس انا عادة بحكي هيك ما بعيط اللي عم تقول انا طب فيك تعيط بليز او ماي جاد عن جد شو عم بقضي نهار طبيعي معنا بدون يسمعوا شو عم نحكي نهار طبيعي مش توشوش بدون يسمعوا شو عم نحكي الا اذا ما بدك يسمعوا ساعتها غير موضوع انا هلا قلت لي ما عم يسمعوا فانه هلا عرفت انه ما عم يسمعوا عم تسمعوا؟ لا وكل فيديو بنتخانق على الموضوع مش بس هلا يعني بيزكلي هيك بنقضي نهارنا بنتخانق هيدا موضوع ولا يعني احنا قعدنا قدام كاميرا تنتخانق مهم نحن كيف بنقضي حياتنا شو تغير على اساس سالتي بين هون ولبنان بعدنا بورينج هذا الشيء يعني ثابت بحياتنا مش بورينج بس انه انا بشوف عالم على انستغرام وعلى يوتيوب كل يوم عندهم ظهره برات البيت ومشوار ويلا وسهره ورفقه وما بعرف كثير بيكونوا مشغولين عرفتوا هيدي قصة انه الانفلونسرز اللي هي كثير معروفة انه هن مش بيقضوا حياتهم هيك بس بيفرجوا حالهم على السوشيال ميديا وهي تنتقد هيدا الموضوع طلعت تتأثر فيهم؟ لا مش قصة لا ما بتأثر فيهم بالعكس يعني اخر شيء بدي بحياته هو انه هيك كون كثير معجوقة بالعكس انا حدا كثير بحب انه يتنظم شوفوا بوبو شو جاب لي كتاب كرمال نظم حياتي وعملت على فكرة اخذت سيشن مع حدا بنظم لي حياتي ايه والله ثلاثة ما معنا اوكي شو بحكي مع حدا هي مثل consultant يعني بستشيرة وهي بتحكيني وبتقلي انا كيف فيي نظم حياتي اخر شيء بدي اياه بحياتي هو اني كون كتير مشغولة كل نهار او كون all over the place وين ما كان يعني تكون منظمة بحب كون منظمة ايه فانا بشوف انفلونسرز وهيك بغض النظر اذا هن هيك حياتهم ولا لا انا عم بحكم على اللي انا عم شوفه فانه كثير بيبقوا عندهم اشياء يعملوها they look busy مع انه اذا بتبحبي شو بتطلع على شو هن عم يعملوا بكونوا رايحين على الكوافير بيعملوا ضفيرون عندهم موعد مع دكتور التجميل اوكي عم يكون كثير ستيريوتايبك يعني بس انه عادة اذا بتطلع وبتنبش على الاشياء اللي عم يعملوها بيكون انه كثير لها عازة صراحة اكيد وقت لها عازة لإلهم لها عازة مع كامل احترامي لكل حدا حر يعمل بده اياه بحياته يعني انه بتطلع بلاقيهم انه they look busy انه في اشياء كثير شغلتهم بحياتهم انا مش شغلتني انا كثير رواق انه بوع الصبح مثلا مثل هلا في عندي خناقه صغيره مع بوبو اوقات لا بيرجع لا عادة السبت
عادة السبت دايما بكون فيه على الوعي ما بعرف ليه. اوكي خليني اقول لك ليه ما بعرف ليه. سارة بيكون بدها يكون النهار كله بلاند، يعني السبت بدها نوعها كله بلاند السبت، صح 100% شو بدنا نعمل السبت كله، ويكون كل الجمعة بيزي يعني ما كنا عم نتنفس وبعدنا مخلصين، هي يعني هاي الجمعة بعدنا جايين من السفر وهيك، بده يكون مليان النهار كله ومن الصبح لعشية، مش انه في فترة هيك ما تكون لا كله بده يكون اوكي مدروس. بس بدي افسر لهم شيء، ما عندي مشكلة البلان تكون انه ما تكون عم نعمل شيء، ما عندي مشكلة. شو بدك نعمل؟ ما بعرف، مثل ما بدك انت، شو بدك نعمل؟ ما بعرف، ما بعرف هيك فجأة اعمل شيء، بدي اكون منظمة من قبل شو بدي اعمل. ماني عفوية، ما بعرف، ماني عفوية، عفوية مبلا بس انه باشياء واشياء يعني. مهم نحن بالويك اند بيزيكلي بنتخانق على هيدا الشيء، انه انا بحب انه نخطط، جان بول ما بخطط، بوبو دايما نجي تنخطط السبت الصبح بينتهي فينا الامر بالبيت ونتخانق ولا مره بتعرف فينا. لازم 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 نحل الموضوع، لازم نحل الموضوع عن جد، لازم نحل الموضوع. يا او انا لازم خفف توقعاتي على الويك اند، عرفت شو؟ عندي هاي اكسبكتيشنز، يا او انت لازم شوي تعمل بلانينج زياده. ما في حل، كيف بنقضي حياتنا غير انه نتخانق بالسبت؟ بالويك اند بدنا نشتغل، سوري بالويك دايز بدنا نشتغل، بالويك اند نطلع نغير جو بالويك دايز. ايه بايام الجمعه ايه بنطلع بنروح بنتمشى على البحر، بناخذ اكل، باك مي اب، شو غير؟ مالي ذاتس ايه انه انا ليكو بقبرص انه ما في كثير اشياء الواحد يعملها بالليل صراحه، انه شو يا بدكم تروحوا تاكلوا بشي محل، نحنا ما منأرجل وما مندخن سو ما عنا هيدا الفايب، يا او بدكم تروحوا تتمشوا. بس هي زيتها بكل البلدان يعني، مش انه انه بلبنان كان نعمل نفس الشيء نخلص شغلنا اول، انه كل وقت نكون قاعدين كلنا ايه، بس انه بلبنان مثلا فينا انه نحنا هون عنا رفقة آه يعني، بس عنا بس شخصين اثنين بس منعرفهم يعني، فانه مش انه ايه صح بلبنان مش انه كل الوقت سوا، مثلا ننزل نقعد مع العائلة بنروح مع الرفقة. بدنا ننظف البيت، بدنا نشيل شعرك، انا الكوافير تبع جان بول، بدنا في عنا هيدا الميكسر بدنا نوديه لانه انتزعت، سو بدنا نروح على سوبر هوم، بدنا نجيب اغراض للبيت لانه من قبل ما نسافر لهلا بقى ما جبنا شيء للبيت، بدنا نجيب اغراض للبيت. اليوم ولا بكره؟ من بدنا نقسمهم من شو؟ من اسبوعين قلت له لجان بول انه مره بالاسبوع بدنا نروح ديت نايت. هلا مره بالاسبوعين كمان منيحه، شايفين وحياة الله، ليه مرة بالأسبوعين ما عبالك تطلع ديت نايت معي يعني؟ وليش مرة بالأسبوعين مش مرة makes more sense. ما بعرف هو ما بعرف شو بيمان يعني، احنا منروح نتعشى دايما بس سارة بده يكون على العشاء في ليبل اسمه ديت نايت، يعني نحنا السبت او احد دايما منروح نتعشى دايما، بس منا متفقين انه هيدي ديت نايت، فلا يعني يمكن بالعشاء بنكون عم نحكي نحن انه ما عم نعمل ديت نايتس يعني، ما بعرف كيف. ايه لازم تحط لها تايتل تقول لها يوم طالعين يوم اخذك ديت حبيبتي، هي يعني بس اذا بسبق العشاء بهالجمله بيمشي الحال. شايف اذا طالعين نتعشى قلت لي بتعرفي شو بيب اليوم ديت نايت بيمشي الحال، لأنه هذا هو اللي أنا طالبته هالقد كتير يعني. من جمعتين طلعت بهالقرار إنه ليك جون بول بهالبيت في ديت نايت، بدنا نطلع ديت نايت. فقبلها قديه كان صارنا مش طالعين ديت؟ كيف مش طالعين ديت؟ بليز قلي مش طالعين ديت جون بول ديت نايت؟ ديت نايت قديه كان صارنا مش طالعين ديت نايت؟ كنا عم نروح نتعشى دايما بس ما سميناها ديت نايت لأشهر. ايه ما عندي مشكلة يعني، يا ريت لو هي اوتوماتيكلي بتجي انه دغري قبل العشاء. عن جد خلص بطل لها طعم الديت نايت، عن جد بس عرفت انت عن جد كيف بتفكر، بطل لها طعم عن جد. انت مكستي الله يرحمها، الواحد ما في يقلك بطنه عم يوجعه بتقله انا كمان. ضروري يكون في شيء السبت حتى لو قررنا طب هو الموضوع فتح لي جروحاتي، طب انه عن جد هلا شو حنعمل اليوم؟
وحيت الله بنقعد نحكي ساعة. ما هلا كنت عم بتقول شو بكي يعني ما فهمت نسيتي هننظف. يعني هلا بدنا نقوم ننظف. يي بدنا ننظف البراد بعد. فاضي. فاضي مليان اشياء فاضية. ومنرجع منروح ديت نايت. وين بدنا نروح ديت نايت؟ انت قرر. ما حطينا هدول الخمس مطاعم. انت قرر هيك. هيك 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 على عميانة نقي واحد قوليه ثابت. بدنا نقوم ننظف. التياب. التياب هو اللي حطيتهم كلهم للغسيل. كلهم؟ كلهم للغسيل. مش تحت التيفي. التياب اللي على الأرض. وهني كلهم كانوا تحت التيفي. لا في تياب. بلا ما أنا شلتهم وحطيتهم تحت التيفي. لا. أنا كنت قصمتهم. منهم على الأرض منهم تحت التيفي. إيه تحت التيفي للضب. على الأرض للغسيل. لأنه مبارح كنت عم ظبط الاستوديو والاستوديو كان مليان أشياء تياب على الأرض لأنه ببقى عم بلبس مثلاً. عرفت شو بصور كذا فيديو ورا بعضهم بلبس بشلاح بق بلبس بقول انه هيدا هيدا كلها ميك اب تبعه. هلا كيف بدي اميز بيناتهم؟ انا بدي فوت حط شيء شيء هيك شيء شو يا زلزون يا بني مامي حبيبي حبيبي. جايز خلصنا تنظيف البيت هلا رح نتروى ونشوف شو بنعمل. شو الجمال شو الجمال.
جايز حاسه حالي انه صار لي هيك شي 100 سنه ما طلعت من البيت. الشمس هي مبسوطه بالشمس مع اني مش قادره اشوف. رايحين نبدل هاي لانه اشتريناها وطلعت انه ما انا منيحه انتزعت، ف رايحين نبدلها ونروح نجيب اغراض للبيت. جايز غيرناها، غيروا لنا اياها لانه ما صرنا يعني 3 عن جد بس بدي افهم هاي شو عم بتقلها يمكن. مهم جايز غيرناها، صرنا بس 3 ايام جايبينها. بيب نعم انا كثير جعانه. زرباكس زرباكس شو بدنا نجيب من زرباكس؟ بنشوف شو عنده. عنده اشياء كتير طيبة، يعني عنده سلاد وعنده بلادو جور يلي هو ديلي ديش هو بيعمله، عنده حلو وعنده مالح وعنده كل شيء. literally عنده كل شيء. نروح على تبع تاون سنتر. وين بدنا ناكل؟ ناكل بالسيارة ونحكي معهم مثل ما بدي. اوكي يلا let's go. كتير طيب. جايز جبنا الاكل ومش عارفين وين بدنا ناكل. جان بول عم بيقول لي ناكل على البحر، انا عم بقول له انه معقول يكون في كثير شمس هلا لانه بعده ضو. ف في شمسيه على البحر مثلا. يلا ليتس جو. البحر هون ماشي دقيقتين البحر. جايز انا كثير مستغربه انه في عالم على الشط. بيب يامي فود. في عالم على الشط؟ ليه في عالم على الشط؟ لانه انا لابسه كم طويل يعني وبيحمل الطقس انه عادي البس كم طويل. لا ما في ساقعه. غريب. شو بيبي كيف الاكل؟ كيف طيب؟ عاده بنطلب سلاد بس هالمره غيرنا قلنا رح ندوق الاكل. كثير طيب كثير طيب. يما فرجيتكم نحن شو عم ناكل، لتفرجيكم عم ناكل سالمون مع خضرة وماشت بوتيتوز بطاطا، وانا عم باكل دجاج مشوي مع خضرة ورز. جايز الطقس بعقد، كثير مبسوطة اني اكلت. بتعرف انه الواحد لازم ياكل ولازم يكون شبعان قبل ما يروح يعمل شوبينج بالسوبر ماركت لانه بتصير تستحلي اشياء انت مش بحاجة لها، بس لانه انت جوعان بتصير تستحليها. تحتين بوبزي. شكرا حبيبي. I love you. جايز جينا على السوبر ماركت نشتري اغراض للبيت، براد فاضي. الجلادة بتصدق. شوفوا جايز جبنا اغراض عطشت نبدأ اشرب. اول مرة بدوقها هيدا. فيها شوغر؟ هيدا شو هيدا؟ فيتامين واتر. ريحتها قوية بس فيها طعمة. كتير شوغر على فكرة، كتير فيها سكر. عم فرجيكم شو جبت لانه في كتير ناس بيسألوني عن قديه بتكلف المعيشة بالبلد. سو من بعد ما فرجيكم كل شيء جبته رح قلكم قديه طلعت الفاتوره بالاخر. هول عن جديد صايره اجيبهم مشي، هن خس مقطع مسكر مغسل. ساعات اللي بدي اعمل سلطه دغري بحطهم بالصحن، لقيت انه هيدا هيك احسن طريقه. خبز خبز دوا جلي، هيدا كمان شي خضره زوبي. شو صار له؟ ودواء غسيل، شامبو، وايبس، كونديشنر، وهيدا بعتقد سبراي، اكيد حمص، فيلادلفيا تشيز، صويا تشانكس، كلينك فين، حليب اللوز، عدس، لانه نحن كثير بنحب المجدره ودايما بنعمل مجدره، ماسترد. جبت حليب وجبنه، زيتون مقطع كرمال البيتزا، مشروم، كرانبيري بناكلها مع الترويقه، وخضره وفواكه. جبت دجاج
2 بيض صغار لانه اوريدي عندها بيض، حليب كبير هذا كان صغير هذا كبير، جبنه كمان كرمال ابرشها فوق البيتزا، فيتامين ووتر كثير طعمته مش طيبه جوزي كثير بحبه، افوكا 620 جرام تركي، خضره علبة بيريه لأنه نحنا كتير منحب نشرب بيريه وما منشرب صودا بالبيت أبدا، يعني منشرب بس بيريه اللي هي مي غازية، مي وحليب بس. سو الفاتورة جايز طلعت 110.3 يورو، يعني فيكم تقولوا 110 دولار تقريبا، كتير منيحة كتير منيحة نسبة لغير بلدان. هيدي الفاتورة لهول الأغراض اللي أنا جبتون يلي هن خضرة ودجاج وجبنة ولبنة وقصص للبيت وشامبو، يعني جبنا عن جد كتير أغراض. سو 110 دولار كتير منيح. قام معليها كمان. لا بدك توطي جايز. تذكروا المشكل الطويل اللي عملناه الصبح انه انا بدي اطلع ديت نايت، حجز بالمطعم انه نروح ديت نايت وهيك، بس انه ما بعرف ما كنت جوعانه، طيب ما كنت جوعانه وحجز سي فود يعني اكل بحري، يعني لازم تكونوا عن جد جوعانين تتروحوا عن جد تاكلوا اكل بحري، فانا حسيت انه مني جوعانه وكل النهار بريت البيت، فحبينا نبقى بالبيت. ايه ايه عملنا دوش حممنا، واو خي شو حلو. فهلا بدنا نعمل عشاء، خلينا نعمل عشاء سوا. سو شوفوا انا كيف بحب اعمل البيت، باخد علبة بيت فيها ستة، باخد بندورة فلافله مشروم ودرب. سو هلا رح اعمله، رح قص الخضرة قطع صغار. أول شي رح نحطه هو الخضرة عشان تضحك. إن الكاميرا مان عاطل جدا. بعرف مش معقول شو عاطل، يا ريت بيعرف يصورني وهيك. إذا بتشوفوا إنه أنا ما بتصور كتير هذا لأنه ما في حدا يصورني. هلا بيجي وقت تجيبي أولاد هن بصيروا يصورونا. إيه حجيبهم تيصورونا، بدي أجيب أولاد ليه بيصورونا. صحيح انه بدفع عليهم كثير وبدي ربيهم ومسؤوليه، بس بتعرف شو؟ ايه اسمعي، اولاد مكلفين، شو بدنا نعمل؟ اوكي بس انا عارف انه اولادنا حيسمعوا هذا الشيء، نحن كثير بنحبكم. بس انتم بتكلفوا. شو بدي احط؟ سبايسز، ما فكر احط بس هيك يعني. Keep it simple. ملح وبهار اسود. وهيك بنضب ورانا اغراضنا بس نستعملهم. هول اولادنا ما ها؟ ولا بيهم. هيك شوف. غريب اليوم كانوا ليك هدول وبعدهم صوي والاوتس. مين اكل صوي واوتس اخر شيء؟ انت عملتيهم. ايه بس انا عملتهم لك. عملتهم لمين؟ ما عملتهم لإلك يا ناكر الجميل؟ حلو، يعني بدي اعمل لك اكلاتك وبدي تنضب وراي. لا هو بتعمليهم بتعيطي لي انت عدب وراي. بس على القليلة ما بحط طنجرة فاضية بالبراد، بس لأنه ما بالي اجلي هلا. أحسن ما حطها بالجلي ويكون في كثير جلي وتعجق الدنيا. إيه بس ما هي بنحطها بالجلي كرمال نعرف إنه أوكي لازم نجليها. عكلين بلشوا يدبلوا شوي، ما بدهم شي هن يعني دقيقتين ثلاثة ببلشوا يدبلوا. ريحتهم كثير طيبة. هلا بنحط البيض فوقهم. مش تحتهم؟
ما هو انا شي فكرت فيها انه حيجي تحتهم البيت ف يعني لازم تعرف امتى لازم توقف. هيك نخفقهم شوي مع بعض، ما بدي اياهم يكونوا مخفوقين، بدي اياهم يكونوا اومليت. اوكي هلا ناخد رب البندورة. منو رب، هو مثل البومي لانه الرب كتير قوي. اوكي منيح. هيك متأكد. هيك متأكد. حط هيك ثلاثة سبوتس منه. ليك تو سبوتس جود، ما كتير بحبه ما. عن جد؟ بصير حسه دلع. عن جد أوقات بحس حالي ما بعرفك. لأنه صار لي سنة بعمله هيك وبتاكل عادي. لأنه بتحمل. ميرسي. لا لا هذا ما ضروري تقصيه. ليك هون برميه في تحت. open here هون. لازم تصور لي ضفيره منه منيح. هلا بده يعمل كلوز اب. هلا حط وحده بتمه. بلا ريحتهم كثير طيبه او انا كثير جوعانه ما بعرف. ناخد التوست. هلا لازم نسكر عليهم. لازم هيدي تكون منيحة. ريحة طيبة. اوكي هلا بدنا نحمص توست. شيل ثلاثة. كمان ريحة الخبز طيبة. بلكي بنحط حدهم كمان في فيلادلفيا. ايه فينا. هلا بس نخلص نحط شوية فيلادلفيا. بعد بدهم شوي بعد. شو عبالك تشرب؟ بريه. بريه ايه. اهيان شي اسرع شي. يا بريه يا ماي. خلصوا يامي. شكلهم كتير بشهي. يام يام يام. جون بول عم بجرب يعمل قصص بالتليفون. يو جوني. يلا حنحطهم بصحن. لا ناكلها منه. عندي خشب، في عنا سكينة خشب وشوكة خشب من المطعم. ايه بس ما هي ملزقة فيها. ايه ساعتها ناكلها منها. شو رأيك؟ اذا ايه ساعتها ما بتتجروح. اوكي لك عم هذا الصحن مستعمل. تبيه سخن. شو بوبي؟ يام يام تو ذا تام تام. فرجينا. شكلهم طيبين، شكلهم طيبين، يامي. جايز شو بدنا نقول؟ جايز امبارح اكلنا وفتنا نمنا. او ماي جاد، كان اخر شيء ممكن اعمله هو اني اطلع اتعشى برات البيت. شو تعشينا؟ بيض. كانوا كثير طيبين، عادة نعملون. So guys خبرونا بالكومنتس اذا حبيتوا هيك نوع من المحتوى، وخبرونا شو عبالكم نصور غير فيديوز انا وجان بول. وما تنسوا تعملوا لايك شير سبسكرايب للشانل اذا بعد ما عملتوا. نحنا بنشوفكم قريبا. باي. قلت باي. قول باي هلا. باي بيب. قول باي. باي. اوكي.